خلاص كلها أيام وتنتهي النسخة الأولى من فعاليات مهرجان العالم عالمين في مدينة العالمين الجديدة، واللي الحقيقة يعني في البداية كده أثبت نجاحه، والحضور الجماهيري وتفاعل الناس معاه ده خير دليل على هذا الكلام. في البداية طبعا لازم نتوجه بالشكر للي فكر أنه يختار هذه المنطقة عشان يعمل فيها هذا المهرجان، لأنه بالفعل أثبت نجاحه، والتوافد الجماهير وتوافد الناس من مصر ومن بره مصر كمان لحضور فعاليات المهرجان بتؤكد هذا الكلام. أنت وصلت رسالة للعالم كله أن أنت أولاً بما أن ده مهرجان متنوع، فأنت وصلت رسالة بتقول فيها أنك متفوق رياضياً وفنياً وثقافياً وفي كل المجالات، وكمان قادر على تنظيم مهرجان بحجم مهرجان العالمين. ردود فعل كبيرة جدا على التنظيم والفعاليات والاحتفالات اللي كانت موجودة كل يوم في مهرجان العالمين. احنا في صباح الخير يا مصر كنا جزء من الوجود في هذا المهرجان، طلعنا بحلقات بث مباشر من هناك، ويوميا كان بيكون معانا مراسل بيحكي لنا تفاصيل وبيحكي لنا الكواليس، سواء الحفلات اللي تمت امبارح وردود الافعال عليها، بالاضافة الى فعاليات كل يوم. طبعا كان في نجوم كتيره جدا من مصر ومن الوطن العربي كانوا موجودين، حفله طبعا تامر حسني، انغام، راغب علامه، نانسي عجرم، احمد سعد، حكيم، حميد الشاعري، محمد منير، حفلات كتيره جدا وكانت بترضي كل الاذواق وتفاعل معاها كل الجمهور بشكل كبير جدا. انا بالنسبه لي بسند طبعا بجانب هذه الحفلات، من ضمن الحاجات اللي عجبتني ولفتت نظري الحفله او الحلقه بتاعت الاستاذه منى الشاذلي مع أمين بوتشار، مع الموسيقار المغربي أمين بوتشار، وتفاعل الجمهور، فكرة إن هو بيقدم المزيكا بتاعته بتاعة الأغنية وبيسيب الجمهور هو اللي يغني ويتفاعل، الجمهور بيكون رايح متحمس لحاجة زي دي. بس انت بالنسبة لك ايه اكتر حفلة عجبتك؟ بص انا بحس ان الصيف عامة بيحب العروض المختلفة، بيحب الاكشن شوية، ويمكن شفنا ده في دخلة تامر حسني في حفلته وهو طاير في الجو، وكانت بداية جميلة قوي لمهرجان او افتتاح مهرجان العالمين. وفي الحقيقة كمان من الحاجات اللي عجبتني جدا كريس المصري وحلقة طبعا صاحبة السعادة الأستاذ إسعاد يونس معاه، عجبني قوي العروض دي لأنه دي الحاجات اللي أنا شفت فيها الاختلاف اللي موجود في مهرجان العالمين. في الحقيقة مهرجان العالمين عامل حالة من الانبساط والمتعة والترفيه لكل الناس اللي بتتابع المهرجان، سواء على صعيد الموجودين في العالمين أو حتى كمان الناس اللي بتتفرج على الحفلات في التلفزيون. يمكن أنا معظم الحفلات اتفرجت عليها في التلفزيون، ده غير طبعا باقي الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وسباقات السيارات. خليني أتكلم عن الفعاليات الرياضية اللي كانت كتيرة جدا جدا جدا، شفنا التشالنجز او التحديات اللي شفناها على الجيت سكي، حاجة جديدة زي رياضة التيك بول انا شخصيا كنت اول مرة اشوفها، واول مرة اشوف وجود ستات يعني سيدات مع رجال بيلعبوا مع بعض، وشفنا اللاعبة مايا من صربيا بطلة العالم جت مصر عشان خاطر تلعب اللعبة الشاطئية التيك بول، وشفنا اقبال كبير من الجماهير على لعبة البادل، غير طبعا الحاجة الجميلة اللي كلنا انبسطنا فيها، ويمكن دي كمان من الحاجات الحلوة قوي اللي عملها مهرجان العالمين، وهو البطولة أو بطولة الجيل الذهبي اللي احنا شفناها طبعا وكانت بحضور الجمهور. شفنا الجيل اللي احنا متعودين عليه وكنا بنحبه قوي، وهي دي الكرة بقى المصرية اللي احنا ياما تابعناها صغيرين بقى أو كبار، رجال أو سيدات، كنا دايما بنتابع الكرة الجيل الذهبي. شفنا البطولة العربية للجودو على هامش طبعا فعاليات المهرجان، شفنا حاجات كتيرة قوي طبعا، غير طبعا من الحاجات الحلوة قوي طائرات الار سي في فعاليات وينجز اوفر عالمين، شفناها الطائرات دي بتطير فوق أبراج العالمين وهي شايلة علم مصر بطول تقريبا 13 متر لو أنا مش غلطانة. غيرها كتير من المجالات الترفيهية اللي موجودة في المهرجان، نتكلم يعني عن العروض أو عروض الطائرات دي كانت بمشاركة طبعا لاعبين محترفين، وتحديات الجاتسكي زي ما قلنا، وعرض أزياء طبعا عالمي بيضم أفضل 10 مصممين أزياء بالوطن العربي، غير طبعا مختلف الدول العالم. شفنا مايكل سينكو وال العرض بتاعه اللي كان مبهر جدا جدا والعالم كله تابعه. والجميل كمان يا شاذلي ان مش بس القنوات المصرية كانت بتنقل مهرجان العالمين او فعاليات المهرجان، لكن كمان العالم كله. ده بكل تأكيد، واعتقد ان الصورة بتاعت مدينة العالمين وابراج مدينة العالمين بقت موجودة على كل الشاشات ودخلت كل البيوت، والناس كلها عرفت ان في حاجة اسمها مدينة العالمين الجديدة، وان هذه المدينة مؤهلة
لاستضافة هذا النوع من الفعاليات ومن هذا ومن المهرجانات. من المعروف ان في حاجة اسمها سياحة المهرجانات. سياحة المهرجانات بشكل عام، وانت عامل طبعا يعني مهرجان متنوع مش متخصص في حاجة معينة، هذا التنوع في الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية بيكون ليه مردود. ليه بيكون ليه مردود؟ لان كل نوع من هذه الفعاليات اللي موجودة بيكون ليها جمهورها. كل نجم بيكون موجود في مدينة العالمين ليه جمهور، كل لعبة موجودة في مدينة العالمين ليها جمهورها. فاحنا زي ما بنقول كده انت بترضي جميع الأذواق. والحقيقة يعني من حوالي 10-15 يوم كان معانا مراسلنا من هناك، وفي رسالة من الرسائل اليومية قال كلمة بتقول الحمد لله، دي حاجة يعني ايه فرحتنا، لان هي بتقول ان احنا قمنا بدورنا في الترويج لهذا المهرجان كإعلام. قال احنا بنعمل لقاءات مع الناس، الناس سعيدة ومبسوطة بهذا المهرجان في ليالي الصيف والجو الجميل، والناس عرفت عن هذا المهرجان من خلال شاشات التلفزيون. فدي حاجة يعني فرحتنا وبسطتنا، لأننا قمنا بدورنا في أننا نعرف الناس اللي في مهرجان كبير بحجم مهرجان العالمين بيتم تنظيمه في مصر. ده غير طبعا بكل تأكيد مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية اللي كان موجود عدد كبير جدا من النجوم، وتم تكريم عدد كبير من الفنانين. وأهم حاجة في هذا التكريم أنه كان بتصويت الجمهور، لأنه النجاح العمل بشكل عام بيتوقف على برضو إقبال الجماهير عليه، على دخوله مثلا في السينما، على متابعة الأعمال الدرامية. ده بيؤكد أن هذه الأعمال نجحت. ليه؟ لأن الجمهور تفاعل معاها وكان عنده تصويت، وأعتقد أنه عدد كبير من النجوم، وزي ما شفنا طبعا التصويت من خلال الموقع، تم تكريمهم في هذا المهرجان. كل اللي أنا بقوله لحضراتكم ده خلى مدينة العالمين هي حديث العالم طول فترة المهرجان، وده بيعتبر من أفضل الوسائل والأدوات الترويجية للسياحة المصرية. مش بس كده، والاستثمار كمان في قطاع السياحة في مدينة العالمين يا بسنت. يمكن زي ما انت قلت يا شاذلي، من الجميل قوي ان احنا دايما نشوف اختلاف وتنوع كبير قوي ضمن فعاليات مهرجانات عامة بتحصل، لكن مهرجان العالمين برغم انه يعني كان بيشمل ايام قليلة، لكن شفنا فيه فعاليات مختلفة كتيرة جدا جدا، من فعاليات رياضية لفنية لحتى مهرجان الدراما في نسخته الثانية. يعني أول مرة طبعا كان بيحصل على أرض أو بيتعمل على أرض العالمين، لكن شفنا إقبال كبير قوي من الجماهير المتفاعلين حتى على السوشيال ميديا، واللي كانوا دايما عايزين النجمهم المفضل هو اللي يفوز، أو المسلسل المفضل ليهم في الأعمال اللي فاتت سواء بداخل الموسم الرمضاني أو بخارج الموسم الرمضاني هو اللي يفوز. شفنا تفاعل كبير كمان من الفنانين اللي حضروا فعلا المهرجان ده، غير طبعا الفعاليات الثقافية، مدينة الفنون، الفعاليات الرياضية. ويمكن رياضيات كانت أول مرة نشوفها، أنا زي التيك بول، حاجة زي البادل، مش أول مرة نشوف البادل، لكن البطولة يعني كانت بالنسبة لي أنا شخصيا حاجة جديدة. خليني أقول تغطية شاملة يمكن شفناها في الفترة اللي فاتت لمهرجان العالمين، وخليني أقول ده بسبب المجهود الكبير اللي اتعمل عشان نشوف المهرجان ده على هذا المستوى، بيليق باسم مصر، مستوى يليق بمدينة العالمين الجديدة، المدينة الساحرة اللي بتعتبر وجهة سياحية عالمية. خليني أقول أنه إحنا النهاردة قادرين نشوف فعلا مدينة قادرة تنافس المدن العالمية السياحية بكل بقى ما فيها من أبراج، يعني طلعت في وقت قياسي، من مدينة كلها على بعضها طلعت في وقت قياسي. خليني أتكلم، لو هتكلم على المهرجان يعني بالأخص، المهرجان في الحقيقة حقق نجاح كبير جدا 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 للتنوع الكبير اللي احنا شفناه. احنا استمتعنا جدا بالمهرجان، وفي الحقيقة مش عايزينه يخلص من كتر الجمال اللي احنا شفناه الفترة اللي فاتت. لكن احنا النهاردة هيكون معانا تغطية شاملة لكل فعاليات المهرجان بكل اللي حصل فيه في الفترة اللي فاتت، وهنشوف مع حضراتكم يمكن أهم المقتطفات اللي يمكن أو رأي الفنانين والجماهير عن اللي شافوه في المهرجان في الفترة اللي فاتت. ده بالإضافة طبعا لرسالتنا اليومية من مراسلنا اللي هيكون موجود في مدينة العالمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وبنصبح عليكم.